نباشر بالنصائح. أغلبية الطلبة قبل يوم الباك، مثلا زعما الباك نهار الأحد، نهار السبت تلقاهم يسهروا بزاف، 3 تاع الصباح 4 تاع الصباح، يظنوا أن هذا السهر زعما راح يعوض باش ما ريفيزاوش ولا راح يحققوا نتائج جيدة، وهذا خطأ. لازم هذاك النهار تزيد تقعد بكري ماكسيموم 12 تعليل وحدة تعليل ما تزيدش. واش دير قبل يوم من الامتحان؟ قبل يوم من الامتحان لازم أول عفسة تديرها هي قبل يوم من الامتحان لازم تريفيزي لي موديول ولا المواد اللي حتجوزو موضوع من داك. يعني من نهار السبت وروح راح تتوقف تريفيزي كاع المواد، وهي تريفيزي المواد اللي راح تجوزهم في الباك. مثلا نهار السبت راح تقرا أدب عربي وشريعة، ومن المستحسن تبداهم قبل نهار الجمعة. ونهار الأحد واش راح تقرا؟ راح تقرا المواد اللي نهار الأحد، راح تقرا المواد اللي حتجوزهم نهار الاثنين. مثلا نهار الاثنين راح تجوزو رياضيات و سبشاني شافي انجليزي. بالتالي كي ترجع للدار داك النهار ماشي تقرا كلش، تريفيزي عفسه خفيفه. اول نصيحه قبل يوم من الامتحان تجنب السهر. السهر دونجي عليك، باسكو السهر والاعتقاد تاع الطلبه ان السهر هذا راح يعوض عليهم النقص تاع الدروس اللي داروها اللي ما داروهاش هذا خطا كبير. قبل يوم من الامتحان ماكسيموم 12 وحده تاع الليل. قبل يوم من واحد من الامتحان يجب عليك تغزر في الملخصات، تغزر نظره خفيفه، ماشي تحت قرا شغل تحت قرا في العام عادي. نو هذاك النهار لازم تعيش روحك بزاف. وعفسه مهمه كذلك كما قلت، ما تسهرش. الماكسيموم بوك هذاك النهار السبت 12 وحده تاع الليل ما تزيدش. تفهمنا باللي يوم قبل الامتحان ماشي راح تسهر بزاف وكلش. غدوه من داك واش دير؟ ماشي راح نقول لك نوض بكري، وماشي راح نقول لك نوض روطار. سي نوض في وقت تكون مرتاح، تتقهوى فيه بيان وتروح آلس تقرا. بالتالي ماشي تروح تنوض صباح تجري ومبانيكي ويتفز لك الادرينالين وتعرف لي زيفي نيجاتيف تاعو اكسيتيرا اكسيتيرا تبانيكي. دونك نوض آلس، تتقهوى بيان ايتو، وما تريفيزيليش صباح ربي، روح تجوز ديريكت. انا سوي كونتر تريفيزي صباح ربي، ما الا غزرت تغزر عفسه خفيفه سي بوغ سا. ومن هذاك النهار تقدر تدي معك تليفون نورمال. الا ديت معك تليفون راح تلقى مركز تما مع الدخله يشدوا عليك تليفونات يعطوك تيكي، معناتها ماشي راح تدخلوا معك الكلاسه تجوز به باسكو انتربي اتونسيون، راح تخلوا عندهم كي تكملوا تجبدوه ما بين العربيه والشريعه، تديه ولا تديه باسكو تخرجوا لبرا تعاودوا تولوا في الشريعه الاسلاميه. هذه نصيحه مهمه كذلك. النصيحه الثانيه الثالثه اللي لازم عليكم ديروها، بالك وتنساو الاستدعاء اللي راح تديوه ولا كارت ناسيونال بطاقه التعريف الوطنيه، باسكو ممكن راح تقصى يعني راح تخرج. كذلك الوصول متاخر يقصيرك من الامتحان، اذا ديباسيت الوقت المعين مثلا 8 والنصف راح تقصى من الامتحان نهائيا. وبالتالي بالك اتونسيون تنسى على روحك. كذلك كي تكملوا العربيه حيعطوكم كاين اللي كملوا قبل الوقت، وبالتالي راح تخرج تمشي برا سورتو لي كونديدا راح تمشي مام النظامي راح تخرج تمشي برا تعاود ترجع بس جو الشارع. بزاف طلبه ينساو على روحتيهم ويروحوا روطار ومن بعد يلقاو روحتيهم بلي مقصرون في حاله اقصاء. بالتالي اتونسيون الوقت لازم تعرف واش دير، لازم تعرف كيفاش لو كان تريكلي التليفون تاعك باسكو مثلا انت الدخول تاع الوحده يغلقوا الباب، الوحده ونصف يغلقوا الباب، انت تنسى على روحك تلقى راها الوحده ونص والوحده 35 تقصى. بالتالي ماش نخلع فيك، مي لازم تعرف كيفاش تنتبه تعرف وقتك بيه. مهمه كذلك لازم تدي معك لاغرافاس، حاجه مهمه جدا باش تضمن الاوراق تاعك ما تكيكونوا في التصحيح ما تبحر لهمش. ماشي نقول لكم ما يبحروها ولا، لكن الانسان يكون مرتاح. لاغرافاس فاسور دي كاع ادواتك، ميم السياله دي 3 سيالات 4 سيالات زرقاء، علاش تقول لي 4 5؟ ممكن بعض الطلبه راح يحصلوا في السيالات وماش راح تلقاها، وهذه عفسه مهمه كذلك بزاف. اوكي نصيحه اخرى هي كذلك تجنب الحديث عن الامتحان بعد ما تجوز، ما تحضرش هذاك النهار، صوم على الكلام. انت كطالب راك ناوي تدي علامه جيده، ما يهمك حتى ما تحكيش، ما تكون خدمت ما تقولش بلي خدمت ولا ما خدمتش، ما تحكيش كاع، انت راح تجوز وروح للدار. هذا هو العفسه المهمه فيك. وبالنسبه للباك، الباك هو امتحان عادي كباقي الامتحانات وبسيط، وتقدر تدي فيه افضل النقاط. برك لازم عليك تركز في الامتحان وما تبانيكاش وتكتب بعقلك. وكذلك الاسئله تاع الطلبه يقول لي كيفاش نكتب على الامتحان مش من السياله، تكتب يا سياله زرقاء يا سياله سوداء، هذا ما كان يعني اي استعمال للالوان او شيء حيعرضك للاقصاء.
راح تستعمل سيالة واحدة فقط، سيالة سيدة، سيالة زرقاء. الألوان ممنوعة. كذلك المسودات ما تديش معك، يعطوا لك مسودات ما كان لها تعيي روحك. زيت كما قلنا سيادة دي بزيادة، لاغرافاز عفسة مهمة. كذلك كي تكون تكتب، كي تروح في الجوز يعطوك تكتب رقم التسجيل تاعك، فيري في 3 فوا 2 فوا باش ما تغلطش. هذا ما كان بالنسبة للأدب العربي. امتحان سهل، خير شعر ولا نثر، سا ديبون تا واش قريت برك. ما شغل ما تزربش باسكو عندك بلوس دو 2 زور، دونك ما في 2 زور ديمي ولا 2 زور بون سيت، مي راح يكفيك الوقت تجاوب براحتك، يعني ما تقلقش وما تبانيكاش. هادو هما النصائح. واي اسئله تقنيه ولا اي حاجه كيفاش تجوزوا واش تيتيليزيو كوم دي ستيلو، اي فيس حطوا لي في الكومنت نجاوبكم. وبالتوفيق.